السلام عليكم. اليوم إن شاء الله حلقتنا حلقة جديدة، حنوريكم الطماطم في مرحلة التزهير وبداية الإنتاج، وإن شاء الله حنتكلم عن أهم الأسمدة اللي بيحتاجها النبات في هذه المرحلة. فطبعا قبل بداية حلقتنا أتمنى تعمل اشتراك القناة ولايك إذا عجبكم الفيديو وتشاهدوا معنا الحلقة للنهاية. طبعا مثل ما تلاحظ أمامكم هذه الطماطم اللي زرعناها في بداية الانتاج وكذلك مرحلة التزهير. لاحظنا امامكم ما شاء الله المجموع الزهري، فطبعا حنلاحظ بداية تكوين الطماطم. لاحظنا امامكم بالشكل هذا، يعني في مرحلة العقد. وطبعا مرحلة العقد هي تحول الازهار الى ثمار بالشكل هذا. فطبعا النبات في المرحلة هذه بيحتاج لأسمدة لازم نضيفها للنبات في هذه المرحلة. لاحظنا امامكم طبعا النبات مازال مستمر في النمو. لاحظنا امامكم، وطبعا ممنوع ازالة الازهار هذه، لازم نتركها على النبات. لاحظنا طبعا نبات الطماطم في المرحلة هذه بيحتاج لنوعين من الأسمدة فقط، وأول نوع هو السماد الأزوتي أو النيتروجين، وكذلك دفعة من السماد الفوسفوري. طبعا الفوسفور لزيادة التزهير في النباتات، والأزوت حيسرع من نمو النباتات. لاحظنا منكم، فلازم يعني نخلط المكونين الاثنين مع بعض ونقوم بإعطاء الدفعة للنبات بالشكل هذا. لاحظنا منكم، والتسميد يكون كل أسبوعين بنعطي دفعة من هذا السماد فقط. وطبعا بالنسبة للبوتاسيوم يتم إضافته لما تكون الثمار كبيرة الحجم شوية، بعدها حنضيف دفعة. لاحظنا منكم، طبعا هذه أزهار الطماطم. فقط هذه كانت الأسمدة اللي لازم نقوم تسميد بها النبات في هذه المرحلة. وطبعا النبات بيحتاج للأسمدة هذه، وحتلاحظ الفرق بعد التسميد يعني بأسبوع. فإن شاء الله احنا حنبدأ نسمد، وإن شاء الله حنتابع معاكم الطماطم خطوة خطوة لغاية الحصاد. ففي نهاية الحلقة أتمنى تكون عجبتكم. لو عندكم أي سؤال أتمنى تكتبوه أسفل التعليقات، وإن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.